طب نعمل ايه بقى في السنه الجديده؟ هقول لك في 5 دقايق تعمل ايه في السنه الجديده. اول حاجه انك تكون انسانا امينا. ان كان في حياتك اي شيء غير امين على مستوى الفكر او الكلام او الفعل او التصرف او السلوك، اقف الليله دي قدام ربنا قول له يا رب هبتدي وياك بدايه جديده، هبتدي اكون انسان امين في حياتي. والايه حلوه قوي في سفر الرؤيا، كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه. لو ربنا يحفظكم جميعا، لو واحد مهمل في حياته الروحيه، ما هو ده عدم امان. لو واحد مهمل في حياته الاسريه، ما هو عدم امان. لو واحد مهمل في حياة الخدمة والكنيسة، ما عدم أمانة. لو واحد مهمل في داخله وفي صفاته وفي علاقته بربنا، ما هو ده النوع من عدم الأمان. إيه رأيك؟ أشير عليك أنك من هذه الليلة تقف أمام الله وتسكب كل هذه الضعفات قدامه وتقول له يا رب هبتدي وياك بداية جديدة. فأول حاجة اعملها أمانتك الشخصية في حياتك بكل أبعادها. الحاجة التانية إنك اتعلم إزاي تخدم الآخرين كيفما يكونوا. طب أنا بخدم أهل بيتي، طب أنا بخدم أهل كنيستي، ما بخدم أهل الشارع بتوعي، ما بخدم أهل الجيران اللي ساكنين ويانا في نفس المكان، كل ده حلو، بس حط في بالك ان خدمتك تكون مفتوحة للجميع، تخدم بيها الجميع. وده اللي بيسميه القديس بولس الرسول الايمان العامل بالمحبة. خد بالك، انت انسان مسيحي جواك ايمان، وايمانك قوي زي ايمان الشهداء اللي بيخلينا بحسب التقليد الشعبي ناخد البلح الاحمر والجوافة الحاجات الجميلة بتاعت عيد النيروز دهية، ونيجي نقول البلح احمر وشكله شكل الدم الشهداء وقلبه ابيض القلب القوي والابيض النقاوة وفيه نوايا صلدة ونشفة خالص، تعبير عن الايمان القوي والمستقيم. دي كلها حاجات حلوة وبنعيشها على المستوى الشعبي، لكن تعلم كيف تخدم الآخرين. هفكرك بحاجة بتحبها قوي، قديس استفانوس أول الشهداء وهو راكع والناس كله شايلين الحجر بقى هيرجموه، خدم الآخرين بقى يصلي من أجله. تخيل يعني راكع في وسطه والناس حواليه هيرجموه بتهم كتيرة منها التجديف، وبعدين وهو في موقف الشهادة يصلي من أجلهم لا تقم يا رب لهم هذه الخطيئة. علم نفسك تخدم كل إنسان مهما كانت هذه الخدمة صغيرة، وكأس ماء بارد ما يضيعش أجر، كوباية المية اللي بتقدمها الإنسان يكون محتاج. أول حاجة الأمانة الشخصية، نمرة 2 خدمة الآخرين، نمرة 3 والأخيرة دائما تطلع إلى الأبدية. دائما خلي فكرك في السماء، دائما فكر في السماء. ربنا بيسمح في كل زمان يبقى فيه شهداء عشان فكرنا يبقى وياهم، لأن الشهداء إحنا بنحبهم خالص. ولو اسمك على اسم من أسماء الشهداء، دائما أفكر في القديس ده أو القديسة دي باستمرار في السماء، وتطلعك للأبدية باستمرار معناه إنسان يسعى للملكوت. حقق على الأرض زي ما أنت عايز، وربنا يبارك لك في كل اللي تعمله، وتكبر وتشتهر وتبقى عظيم في كل شيء. حلو؟ طب وبعد كده؟ إيه اللي بعد كده؟ طيب ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله؟ خد بالك نفسك، عشان كده خلي قدامك باستمرار الأبدية حاضرة، وانت ماشي وانت راكب وسيلة مواصلات او حاجة ارفع عينك للسماء، فكر دايما في السماء
في مكانك، في نصيبك، في الملكوت، في المسيح الذي يأتي في مجيئه الثاني. حتى كنيستنا بتعلمنا ان احنا نقعد كلنا ناحية الشرق. طب اشمعنى الشرق؟ منتظرين مجيء المسيح. ونيجي في قانون الإيمان في آخره وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. خلي دايما في حياتك مش الأكل والشرب والدراسة والعيال والهم بتاع كل يوم، لا، كل ده موجود، لكن الأهم يكون دايما نظرتك للسماء.